وبالعودة مرة أخرى لزيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية اليوم، الزميل مراسلنا محمد سعد من هناك من العين السخنة، تحياتي لك محمد. أطلعنا على أهم ما جاء اليوم في زيارة رئيس الوزراء وأيضا عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم. برحب بك زميلتي سوزان. اذا توجه السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى منبولي الى مقر الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس هنا بالعين السخنه، وذلك للوقوف على اخر تطورات المشاريع والبنيه التحتيه وايضا متطلبات المستثمرين ومطوري هذه المنطقه، وذلك لما تليه الحكومه المصريه لهذه المنطقه اهتمام خاص بهذه المنطقه. ايضا رافق السيد رئيس الوزراء عدد من الوزراء، كان من ضمنهم الدكتورة ساحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأيضا الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وأيضا عدد من المحافظين ومحافظ بورسعيد ومحافظ السويس وأيضا محافظ الإسماعيلية، وأيضا كان هناك برفقة السيد وزير النقل كامل الوزير، أيضا كان في استقباله الفريق مهاب لميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، وأكد الفريق مهاب لميش في كلمته أنه يتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية وأيضا لرئيس الوزراء لما يقدمه من مساندة ودعم للمنطقة الاقتصادية، وأيضا أكد الفريق مهاب لميش بأنه على وعد للشعب المصري بأن تكون المنطقة الاقتصادية منطقة عالمية. أيضا في أخيرا كان هناك دعم للسيد رئيس الوزراء في أهم المشروعات هنا في هذه المنطقة، وبعد ذلك كان هناك مؤتمر صحفي أشاد السيد رئيس الوزراء بالبنية التحتية المتواجدة في هذه المنطقة، وأيضا شدد على تنفيذ جميع المشاريع التي تم تخطيطها. نعم، الزميل محمد سعد مراسلنا من العين السخنة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.